الخير أحبائي وأعزائي من قناتكم قناة الملك والأمير. عاجل جدا من أمبون أنطونيو الشحات عن مقتل القبطي على يد إرهابي اليوم. ورادنا البيان التالي: نشر أبونا أنطونيو الشحات عبر حسابه الشخصي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك أنباء عن استشهاد قبطي على يد الدواعش، وكتب على صفحاته الخاصة خبر مؤلم صباح اليوم استشهاد السيد شنودة صلاح أسعد جيد. وأضاف أبونا أنه تم استشهاد القبطي على يد أحد إرهابي القوسية بمحافظة أسيوط. وأكد أبونا أنطونيوس أن الإرهابي الذي نفذ عملياته الغشيمة معروف جدا جيدا لدى الشرطة وتم القبض عليه فيما قبل. كما جاءنا البيان التالي أيضا: زلزال يضرب محافظة مصرية. أكد الدكتور جياد محمد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية أنه قد سجلت محطات الشبكة القومية لعرض الزلزال والتابعة للمعهد يوم الثلاثاء اليوم 27/7/2021 هزة أرضية شمال البحر الأحمر على بعد 26 كيلو جنوب مدينة شرم الشيخ. جاءنا بيان بالهزة الأرضية التي حدثت اليوم صباحا بالتوقيت المحلي بدرجة 23.5 على مقياس ريختر. وأشار القاضي أنه لم يرد للمعهد ما يفيد شعور المواطنين بهذه الهزة. يذكر أنه كان قد تم تسجيل زلزال آخر صباح اليوم في تمام الساعة 10:24 صباح اليوم بقوة 3.5 ريختر ولا تؤدي أي تأثير في هذا الكلام كله. أحبائي وأعزائي، أشكركم كل الشكر لاشتراككم في قناة الملكة والأمير، كما انه اليوم كل الحزن والأسى لما حدث من هذين الخبرين.